ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وأزواجه أمهات المؤمنين. وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الحفل الكريم، أحييكم أولا تحية مباركة طيبة، وأهنئكم تهنئة قلبية، وأشكركم على حضوركم في هذه الحفلة المباركة القيمة المتميزة. بارك الله في حياتكم وشكر جهودكم، وإني لفي غاية الفرح والسرور للمشاركة في هذه الحفلة المباركة وإلقاء كلمتي المتواضعة حول الموضوع: أحوال المسلمين في العالم بأسره، مستعيناً بالله وهو ولي التوفيق. أيها المستمعون الكرام، أين نحن؟ وأين كشمير؟ وأين فلسطين؟ يضرب الهندوسيون أظفار المسلم في الهند، وكشميرنا بين النار والدخان. يطرد البوذيون إخواننا الروهينجيين من بورما، واليهوديون يحتلون بلادنا فلسطين، والنصارى يظلمون المسلمين في سائر العالم، ويقتلون أطفالنا المسلمين، ويغتصبون البنات العفيفات الصالحات. وإخواننا المسلمون أمام أعداء الله، وأخواتنا المسلمات في سجون الأعداء، والعلماء والخطباء في السجون والقيود. ولكننا غافلون ونحن في نوم عميق. وبالعكس، تقول المرأة المسلمة لكشمير ولسائر البلاد: أليس هناك أحد ينصرنا؟ أليس هناك رجل ينقذنا؟ وتدعى الله سبحانه وتعالى: ربنا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. فيا أيها الأحباء، افتحوا آذانكم واسمعوا كلام أختك، وصراخ أخيك، وبكاء طفلك، وعويل جدك. وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أي أن الله عز وجل يخبرنا بأنه لا أخوة حقيقية إلا أخوة الإيمان والإسلام، وعلاقة الأخوة بين المؤمنين أقوى من علاقة النسب. تضعف هذه العلاقة بضعف الإيمان، وتقوى بقوة الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. فيا معشر الشباب، ففي هذه الظروف القاسية الصعبة المظلمة المهلكة، علينا أن نستعد لمستقبلنا ضد أعداء الله والكفار والمشركين، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. اللهم وفقنا وأعنا على هذا، فإنك أنت الموفق والمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.